قالت ممثلة منظمة اليونيسف في السودان إن قرابة 9 ملايين من أطفال السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض. نقلت صحيفة The Guardian البريطانية عن اليونيسف أن أكثر من 7 ملايين سوداني نزحوا داخليا منذ بدء الحرب، منهم نحو 4 ملايين طفل. أضافت أن نزوح الأطفال يصاحبه أزمات أخرى متعددة نتيجة للحرب. ينتظر الطفل أحمد بفارغ الصبر إعداد الطعام بأحد مطابخ الجريف غرب ليأخذ حصة أسرته. وتعرف المطابخ هنا بالتكايا الشعبية، صفوف الأواني طويلة، هي أيضا تنتظر لساعات طوال. على الجانب الآخر يقوم عماد مالك بقطع فروع الأشجار لإشعال النار وصنع الطعام بالتكايا، لكن لا يوجد شيء يطبخ اليوم، فقد توقفت جميع المطابخ بسبب نضوب الدعم المادي لها. والله الجو بقى صعب، حالة صعبة شديد والله. أصلا إحنا ممكن أسبوع وقفنا، كل التكايا وقفت من عدم الفول، لأن الفول عيد من نهاية، والمادة اللي كانت بتجيبنا بتجينا من برا انقطعت. التكايا كلها بتغطي تقريبا 1200 أسرة، دي العيسى كلها وقفت. بدا القدر المخصص لإعداد الطعام فارغا، بينما تترقب الأسر المعتمدة على أخذ حصتها من الغذاء قبل أن يمتلئ القدر مرة أخرى. فحالة الجوع المتفشية في المنطقة أودت بحياة عدد منهم، وأصابت الآخرين الباقين من هم على قيد الحياة بسوء تغذية حاد. والله في ناس توفت كثير، لكن في ناس عانت من الجوع وفي ناس عانت من المرض. يعني عندنا مرة كبيرة هنا في الحي بنسوا التغذية لأنه ما في بديل، هو الفول بتاكله بالمعلقة والشوربة بتحت العدس بالمعلقة، برضو ماتت بسبب سوء التغذية. ضعف قلة الغذاء وعدم توفره وانقطاع الكهرباء لعدة أشهر أسباب جعلت أصحاب الأمراض المزمنة يعانون الأمرين. لذلك لجأت تهاني خالد وهي مريضة بداء السكري، لجأت لوضع دواء الأنسولين تحت برودة الأزيار التقليدية. والله العظيم باكل عادي، ما أتغذى والله، يعني باكل الأكل العادي ده، لبن ما في، حاجات كلها ما في بتاعت السكر دي، فواكه ما في، الحمد لله ترى بس عايشين على الفول ما في، بس جسمي طوال كنت تعبان، كنت طوال جسمي فترانة كده ما ناخد الأنسولين ده، يعني ممكن مدته منتهية ما منتهية ما أعرفها، بس ربتي بلا وباخده. بعد 14 شهرا من القتال في السودان، بات خطر الجوع يهدد حياة الملايين من السكان الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والجوع. وتقدمت أحلام الصغار في الأمن الغذائي، فليس هنالك قطعة خبز واحدة متوفرة بشكل دائم تسد رمقهم. توقف الدعم أغلق أبواب المطابخ، لكن آمال الناس تبقى معلقة في فرج قريب ودعم آت يبعد شبح الموت جوعا. عمار أبو شيبة، الحدث، الخرطوم. من الرباط ينضم إلينا طلحة جبريل الكاتب السياسي السوداني. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا أستاذ طلحة. عودة هذا الزخم اليوم الدولي فيما يتعلق بالتحركات السياسية لمحاولة جمع الأطراف، القاهرة، أديس أبابا، قبلها جدة، وأخيرا في جنيف، هل يمكن التعويل عليها بمعنى أنه العالم بالفعل عرف حجم هذه الأزمة والكارثة التي تحصل في السودان؟ كل هذه الاجتماعات المنفردة اليوم تساهم في خلق حل أم تشتت القليل، تشتت الوضع أكثر مما هو مشتت الآن؟ لا، أعتقد بأنه فعلا السؤال موضوعي، أنه هل هذه اللقاءات من جنيف، من القاهرة جنيف إلى أديس أبابا جدة من قبل، هل هذه اللقاءات يمكن أن تؤدي إلى إيقاف الحرب؟ سؤال منطقي ومعقول جدا. للأسف لا يمكن أصلا وصول إلى حل إذا لم يكن هناك تفاوض، ولكن على ما رأينا الآن مثلا في جنيف بالمبادرة أممية، أطراف الوسطاء رمطان العمامرة مثلا على سبيل المثال مبعوث الأمم المتحدة تحدث مع وفد، والوفد الآخر لم يقولوا، ما لم يحددوا على وجه التحديد، امتنع عن
المشاركة في بداية هذه المفاوضات. فأعتقد بدون أن نميل إلى يعني لا برؤية واقعية، لا أعتقد بأن هذه اللقاءات يمكن أن تؤدي أو تقود إلى نتيجة. الحل واضح جدا بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يتحرك منذ أشهر، الآن نحن دخلنا الشهر 15 في هذه الحرب. الحل واضح تماما وهو الفصل السابع، وبالتالي القبعات الزرق وتدخل أممي ليعيد الأمور إلى نصابها، وفي نفس الوقت بإعادة بناء قوات أمن جديدة في لأن لا يمكن مطلقا في ظل الوضع الحالي بناء أي مؤسسة عسكرية أو شيء من هذا القبيل في ظل معركة كسر عظم بين الطرفين. طيب، هذا فيما يتعلق في مسألة كسر العظم بين الطرفين، ولكن كنا قد تبعنا في التقرير السابق أمال الناس المعلقة اليوم لإيجاد مخرج من شبح المجاعة، من شبح التهجير، من شبح البقاء في الشوارع. من ينظر إلى المواطن السوداني اليوم؟ وكيف يمكن لكل هذه الاجتماع أن تدفع بهذا الاتجاه برفع المشاكل ورفع الشبح الموت الحقيقي الذي ينتظر السودانيين اليوم؟ اليونيسيف آخر تقرير لها تقول بأن هناك حوالي 9 مليون طفل في السودان يواجهون الموت مجاعة أو بسبب نقص الأدوية. الأمم المتحدة فاو تقول بأن 18 مليون سوداني على حافة المجاعة والجوع. إذن هذه الحرب العبثية ما هو الهدف منها؟ إذا كان الشعب سيموت جوعا وسيموت عطشا وسيموت نتيجة عدم وجود أي تغطية أو أدوية صحية. فهذا هو السؤال في الواقع يطرح على هؤلاء الذين يدعون بأن كل طرف يدعي بأنه يمثل الشعب السوداني، وأنا أعتقد بأنه هذه مجرد كلام دعائي لا أساس له من الصحة. كيف أنت تدعي بأنك تمثل الشعب السوداني أو حريص على الشعب السوداني 18 مليون عند حافة المجاعة، 9 مليون طفل في مجاعة حقيقية؟ يعني ما هو يعني كيف نفهم هذا المنطق في الواقع؟ لا يوجد أي منطق. الأمر الآخر والمهم ومهم جدا، بعض الناس ينسوا بأنه تداعيات هذه الحرب لن تقف عند حدود السودان. يعني عندما على الأقل الآن نصل إلى 10 مليون لاجئ في الدول المجاورة، 10 مليون. هل هناك مخاوف يعني اليوم أن تتوسع حرب السودان للدول الجوار الإفريقية، لعل أثيوبيا اليوم وتحركاتها الجديدة فيما يتعلق بهذا الملف تنذر بأن بالفعل الوضع في السودان بدأ يخرج عن السيطرة، وسيكون له تأثير كبير جدا وليس ببعيد عن دول الجوار؟ نتحدث عن ليبيا، نتحدث عن أثيوبيا وغيرها من الدول التي ينتشر فيها السلاح، تشاد. نعم، بالفعل هذه الحرب تمتد الآن إلى دول الجوار بالكامل، سواء كانت تشاد، ليبيا، مصر، أثيوبيا، جنوب السودان، بالتأكيد أنها امتدت وستمتد إلى هذه الدول، سواء كانت على شكل انعكاسات أو تداعيات أو إلى تشكيل حقيقة هاجس أمني، و لا نتحدث عن الانفلاتات أو شيء من هذا القبيل. إذا كان الأمر بهذا الوضع، هل المبادرات الإقليمية أو الدولية تساير هذا الوضع؟ أنا أعتقد بأنها لا تساير هذا الوضع نهائيا. إضافة إلى ذلك سؤال يطرح، من يتقاتل هؤلاء، يتقاتل الطرفان في السودان؟ بالتأكيد عندما نقول قتال معنى ذلك أسلحة، ذخائر، معدات عسكرية، طائرات، ضحايا مدنيين. المدنيون يسقطون يوميا. إذن من أين هؤلاء الذين يعني من أين يأتوا بالسلاح؟ هؤلاء الذين يتقاتلون من أين يأتوا بالمعدات؟ من أين يأتوا بالذخائر؟ هذا سؤال. معنى ذلك بأن هناك أطراف أخرى
تؤجج في هذه الحرب، لأنه لا توجد حرب بدون سلاح أولا، لا يمكن أن تكون هناك حرب بدون سلاح. فبالتالي هنا مسؤولية حقيقية بالنسبة للوضع إقليميا ودوليا في، ولكن هذا الدور منوط للأمم المتحدة على كل حال أستاذ طلحت فيما يتعلق بقطع الطريق أمام أي إمدادات عسكرية تصل لأي طرف في السودان حتى يساهموا في وقف هذه الحرب. شكرا جزيلا لك من الرباط المغربية طلحت جبريل كاتب سياسي سوداني، شكرا على كل هذه الإيضاحات.